أنا شخصياً مقتنع بالفكرة اللي بتقول إن أسهل طريقة توصل بيها فنك للناس هي إنك تغرق تماماً جوا نفسك. خصوصية الفن بتزود انتشاره أكتر حتى لو بان إنه مختلف شوية أو صعب أو حتى مش مفهوم. كل ما المزيكا بقت شبه المكان اللي هي خارجة منه وفيها من روح ناسه، كل ما كان وصولها أسهل لباقي الأماكن ولكل الناس. من المغرب ومن المغرب بس خرج فن العيطة، حالة فريدة ومميزة في التراث الغنائي العربي صعب جداً تلاقي لها مثيل في أي حتة تانية. فن شامل بدأ واتطور وأخد مكانته في الفلكلور المغربي على مر السنين والأجيال، ولسه لحد النهاردة الندى مستمر والعيطة مسموعة. العيطة، العيطة دي متهيألي هي ليها علاقة بأنه يعني كأنه عارف جاي من كلمة يعيط، يعني يعيط بمعنى الزعق. أوكي. ينده بصوت عالي، فاهم؟ لأنه معظم الأغاني اللي سمعتها كان كلها كده. القصة اللي احنا وراها دي يعني تعتبر من أوائل من بداية فكرة أو يعني من يعني الفكرة اللي وصلت لنا عن فن العيطة ده عموما. تقريباً على واحدة بالتصحيح. هي واحدة من المغنيات التراث العيطة ده، وقتها حتى كانت بتغني. وفي وقت واحد اسمه القائد السيد عيسى بن عمر او سي عيسى بن عمر، وده كان شخصية قيادية، وهو واضح ان هو كان مقرف شوية، يعني كان ضرائب بقى ومش عارف ايه. راجل مفتري. كان راجل مفتري شوية. انا قبله دلوقتي السي عيسى ده. ده ميت من 150 سنة يا باشا. طبعا فن العيطة هو ما هوش فن مثلا سياسي او حاجة، هو فن اجتماعي. بس هي من ضمن الاغاني او من ضمن الاغاني اللي كانت بتغنيها كانت بتنتقد السي عيسى ده، فده ما عجبش القائد سي عيسى. القائد سي عيسى ما عجبوش الكلام ده، واعتقد ان هو حبسها في 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 في, في قلعه. طبعا بعد كده طبعا ما اكتفاش ان هو بس يحبسها، طبعا قتلها ورماها في بير يسمى بئر حويده. هنروح بقى لمنطقه الاسفي دي، ونروح القلعه اللي اتحبست فيها، ونقابل الفنان جمال الدين الزهروني، وهو من الناس اللي بتغني فن العيطه، من اشهر الناس اللي بتغني على فن العيطه. ونتكلم بقى معاه وهنسمع فن العيطه، لانه فن على فكره مميز وصعب. نص الكلام طبعا انا مش عارف اعد حتى، يعني هي ماشيه باي زمن. مش عارف اعد، فممكن ما يبقاش له عد اصلا، ممكن يبقى كانه موال. يعني كلها كده بالارتجال، يعني ممكن، يعني انا سامع حجاز وبعدين سامع مقامات انا مش فاهمها، يعني هي ما بين البياتي وبين التارارا وبين الكورد في النص ده، ده حجاز اهو. طريقه الغنى مختلفه خالص، يعني انا اصلا مستصعبها، مش عارف اغنيها ازاي. يعني سروالة بيقول زروالة، يعني ايه زروالة؟ ما تعرفش مغربي وما تعرفش، امال انا هعمل ايه؟ الاغنيه صعبه على فكره، مش عارف اغنيها اصلا. ايه اللي عملته في نفسي ده؟ يعني بطريقة ديالتنا تقليدية تنحتفظوا بها بالآلات اللي هما تخدموا العيطة. جميل. وكانوا موسيقيين معروفين في العيطة كانوا بيستخدموا الآلات دي. أيوة، هذه الآلة هذه هي ديال محمد رويشة. ما شاء الله، الله يرحمه. محمد رويشة رحمه الله. هو كان يغني العيطة برضه. كان يغني العيطة. كان يعني هاد العود ديال 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 السي عمر الكاوي. ايوه، عنده سنين كثيره في العيطه، اختصاصي في العيطه. وهذا كنعتبره انا متحف يعني ديالي خاص بيا، كنتمتع في الالات اللي بغيت نخدم بهم تنخدم بهم. نعم، جميل ما شاء الله. بس هي اغلبهم اللوتار.
لوتار. لوتار هي الآلة المغربية. أيوة. هي اللي كي وهي يعزف بها في العيطة أيضا. العيطة مش هي مش الكمان. لا أول العيطة باش تبدأت باللوتار. لوتار. لوتار صغير على الشكل هذا الشكل هذا. أصغر يعني الشكل الأصغر من الطبيعي. وفيه جوج وترات. من بعد تطور عاد ثلاثة عاد تطور. أربعة. سي محمد الويشا دار الوترة الرابعة فش ده. فاش وهذوك الوترات كلهم تخدموا كلهم خدامين للعيطه لان العيطه كتخدم بالربع عندها الربع ربع تون الربع واللي هي هذه هي الميزه الخاصه بها صح. والعيطه متعدده الميزين فيها ميز. بدات العيطه بالطعريجة والوتار باش بدات في ايقاعات طبعا الايقاعات الشبه الايقاعات اللي كتتوفر في العيطه ما متكيناش في لا في الغربي ولا في الشرقي ايوه كاين العيطه اللي فيها 24 من بعد الغربي تيتلعب انا بقول برضو انا قعدت اعد حاولت اعد لانه صعبه صعبه متعدده الميزين انا قلت مثلا ممكن في بعض المناطق 6 على 4 أيوة. في مناطق اخرى ما عرفتش اعدها هي 24 في انازه طويله 24 علشان يعني تعيد. ايوه ايوه السلالم الموسيقية المقامات أغلبها تستخدم المقامات المعروفة العربية زي البياتي وزي الحجاز ولا مقامات كل هي المقامات في العيطة لأن تستخدم كل العيطة ديال العيوط ما كاينش عيطة واحدة أيوة. وكل عيطة عندها الحداث ديالها علاش نعم كلمة العيطة نفسها معناها نداء نداء صحيح عيطة عيطة هي النداء وهي جاءت منين يعني ليه سميتوها العيطة أو جاءت لي للأحداث هي العيطة ليست لي للترفيه ليست للرقص ليست وهي عيطة كميساج رسالة رسالة أخري بشيء أزرع لأن كرايدا وعبتي طبعا أنا حابب نتكلم أكتر عن قصة خربوشة مع القائد سعيسة فأنا أعرف أنها حبست في دار عيسى نفسها ده المكان اللي احنا عايزين نروحه مرحبا نمشي للعين المكان ونعينه ونحكي هناك ونحكي القصة خلاص بإذن الله الغريبي سيدي أحمد على ربي الفراق صعيب تغني بطريقة مختلفة خالص يعني صعبة يعني أنا بفكر بطريقة عربية شرقي مش بطريقة العيطة يعني أنا عايز أغني فلاقي نفسي بغني بالمنتاليتي بتاعتي منتاليتي هما بيندهوا فاهم يعني أنا عايز أقول تيراني مثلا ولا باس يعني هغنيها كده انا ما هي بتغنيش كده ولا باس يعني عندهم دي المشكله ان هو يعني هي صعبه في المقام صعبه في الغنى وصعبه في الايقاع انت مش عارف تمسك حاجه بقى هي القصبة ديال الدار القايد عيسى بن عمر الدار نفسها اللي كان بيعيش الدار فيها الدار اللي بيعيش فيها واللي وقعت فيها الأحداث واللي هي وقع فيها الحداث ديال خربوشة مع عيسى بن عمر يعني هي دي كان داره وفي نفس الوقت مكان القيادة بتاعته يعني كان الحكم بتاعه ده السقف كان كله كده كله سقف كده وكان يعني محاط بالآيات القرآنية نعم ها هما كيف كتشوف راهم باقيين باقي آيات قرآنية كاينين ولكن كاين واحد السر هذا السر اللي كان في هاد القائد عيسى بن عمر كان عنده قصر وتحت منه قصر آخر الله هالمدخل ديال هذا فيه كمان سرداب يعني هذا يعني كان من هنا سقف شتي كيفاش كان كان كله سقف وعنده باب سكري مين كيهود هو لتحت وكيعيش لتحت وزروا على الكريدة وابتي ولا مشيت نولي وبابا يا سيدي جي
طيب والزين وعلى ربي يا خربوشة وصر وضع القرايدة وابتي يا لهمس دركوة العيطة كي القصاص كين عيطة أخرى اللي هي كتجسد في المصالحة ديت ولاد زيد مع عيسى بن عمر في هاد الغدرة فين توقع هاد العيطة عنوانها كاسي فريد كاين عيطة أخرى ولكن فيها ولا باس لا لا فيها يعني فيها يعني كيتناجاو مع بعضياتهم كيتقربوا لبعضياتهم تيقول ليه ورحنا خوت احنا اخواتي وهم الدنيا دابا يفوت هذاك انا بابا كله وزي بلاده أما العبدي ما يخفاشي أجيبو الزين اللي كتخرج من قطع الأخر اللي فيه موت الأخرى سيريا من خان عهدو أبيدو واليام جيبو يعني كان العهد تخان تخان العهد ما بقاش العهد كما كان يا خربو الشام أزر ولا القرايدة ولا همس للكوا وبابا يا بابا ما يكون طبعا الناس ياخذوها كغناء يعني طربي كغناء ديال الرقص كغناء ديال هو لا العيطه كتحكي الحادات نعم وكتحكي تؤرخ الزمان والمكان الاغنيه شغلك صعبه انا قلت بقى قابل حد موزع من هنا هو اسمه كريم سلاوي هو موزع مغربي هنقعد ندردش شويه هقعد يعني هشوف ممكن يديني انبوتس كده ايه الافكار اللي ممكن نعملها بالنسبه للاغنيه او فن العيطه عامه لان هو فن متشابه جدا في طريقه الغنى يعني مش شرط يكون الاغنيه دي بالذات يعني فنسمع منه ونشوف هو ايه التخيل بتاعه ممكن نفكر نودي الأغنية في أنهي اتجاه يعني انا اعتقد انه اصعب حاجة في العيطة هو الايقاع الوزن الايقاع نفسه يعني ده اكتر حاجه شغلاني ان هو مش عارف هعمل فيه ايه لانه انا مش عارف الوزن ايه اصلا قطعه خربوشه اللي يعني كنعرفهم اللي معروفين كثير هما خربوشه العبديه نعم والخربوشه البيضاويه يعني الخربوشه البيضاويه عندها يعني منظمه اكثر يعني فيها ايقاعا منظم ايقاع منظم يمكن نفس السيجناتير نفس الميزور كتعود يعني انت تقصد ان هو ممكن العيطه يكون فيها اكثر من وزن ايقاعي في العيطه الواحده يعني يعني كاين بزاف ديال الاغاني اللي فيهم يعني البار غير منظمه ايوه يعني مثلا الخربوشه العبديه نعم يعني فيها واحد العشوائيه كبيره كان موضوع انا سامعه جدا سامع الموضوع مش عارف تمسك ما يمكنش تشدها مش عارف تمسك منين يعني حت ايقاع يتبع الغناء العيطه انا شايف ان هي اصعب حاجه فيها الايقاع وكمان المقام بتاعها هو يعني ما هواش المقامات المعروفه في وقتنا الحالي اللي هي مثلا البياتي الرست ما هواش نفس الكومات الطبيعيه انا ده اللي انا سامعه فتقدر تقول لي يعني ايه المقامات دي ليها اسم مثلا ولا هو بالنسبه للايقاع اظن احسن شويه ديال التبسيط بالنسبه للايقاع نعم يعني كاينين قطاع في العيطه
اللي فيهم شيئا من العشوائيه في الايقاعات، يعني ايقاع ما كيتعودش بنفس الطريقه. الايقاع كيتبع الغنى 100% المفروض ان الغنى هو اللي يتبع الايقاع، لكن بالعكس في الفن ما فيش مفروض، بس ما عرف يعني نحن طبيعي تعودنا عليه ان المغني عنده واحد كيعرف واحد ايقاع كيتكرر بطريقه منتظمه بالضبط يتبعوا ويتبعوه. طريقة العيطة صعبة، أنا طول الطريق عمال أفكر طب إحنا هنوديها فين وهنعمل فيها إيه. فكرة إن يبقى في فرق أجنبية معايا بتهيألي إنها هتزود صعوبة المسألة، إن إحنا أنا أصلاً مش عارف أنا عايز إيه، مش عارف يعني أنا مش عارف الأغنية. هي مشكلة الأغنية إيه؟ مشكلة الأغنية في الاستراكشر بتاعها، طريقة الغنى، طريقة اللحن والبيت التيمبو بتاعها، فاهم؟ أنا كلها حاجات صعبة. فربنا هداني ولقيت على اليوتيوب في فنان شاب مغربي هو عايش في ألمانيا، ولقيت هو بيعمل هو متخصص في فن الجناوة، هو لوحده بس بيسجل بالجمبري الآلة بتاعته، وبيسجل يعمل إيقاعات، وبعد ما يعمل إيقاعات يغني عليها وبيعمل مزيكا كاملة. هو اسمه حبيب بلك. الصراحة حسيت إن هو ده أنسب واحد إن أنا أغني معاه الأغنية، لأنه أولاً هو ابن البلد دي والثقافة دي، وثانياً طقت في دماغي فكرة إن هو طيب ما إحنا ما نودي العيطة نواحي جناوة شوية ونعملها بطريقة إلكترونيك ونعملها لوب وأفكار كده مترقعة يعني. فكلمناه وعجبته جداً الفكرة، فأنا هو دلوقتي جاي من ألمانيا للندن، وهنتقابل في استوديو ونقعد بقى نفرش العدة بتاعتنا كلها ونشوف هنعمل ايه في الاغنيه. هو اولا يعلمني يعني فهمني انا هعمل ايه، وبعدين نبتدي نطلع افكار يعني. فان شاء الله يعني نطلع حاجه كويسه ونطلع فكره كويسه ان شاء الله. لا والله علاش انا جبت لك هاد الفكره تاع الالمان؟ مش ممكن يعني ها اخش فيه. انا فاهمك هذا الشيء هذا كبرنا فيه احنا هذا الميزان. ايوه بالضبط يعني هو انا راه فاهمك. حس بك انا هذا الايقاع هذا مساج فهمتني. بص انا مغربي، انا هطلع من هنا اخد الجنسيه المغربيه. الشتا والبرد عليا والعجاج عمى عليا.
حبيبي رزم زم هو صواف ورقيع حرش العيون والبسي عيسى قال شكله فرجي هز العلم مكتوب الله عليا نذرت بديا وعلى السجني الشتا والبرد عليا اجدع ما عيني Yeah.